أصدرت جوجل محاكي أندرويد وهو فعلياً أفضل من كل المحاكيات الموجودة في السوق، لكنه حالياً موجه للمطورين فقط وليس للناس العاديين أو المستخدمين. لو حابب تنزله وتعرف عنه أكثر كمل معي. انتقل لهالموقع من خلال الرابط تحت الفيديو. مثل ما أنت ملاحظ في زرين للتحميل، الأول لتحميل النسخة الستيبل يعني اللي نوعاً ما فيها مشاكل كثيرة، والزر الثاني هو لتحميل النسخة الأحدث بس فيها مشاكل أكبر. إذا كنت مهتم أكثر بمتطلبات تشغيل المحاكي برضو موجودة داخل هاي الصفحة، لازم أنك تزورها وتقرأها. أولا خليني أحكي لك عن موقع كيز فان الرهيب اللي بقدم لك عروض خيالية على مفاتيح تفعيل الويندوز والأوفيس والبرامج بمناسبة البلاك فرايدي. كل اللي عليك تسويه تدخل على الرابط من الأسفل، تأخذ كوبون الخصم الخاص بالمنتج اللي أنت حاب تشتريه، تشتري المنتج، تروح على السلة وحط كوبون الخصم واستمتع بالخصم الرهيب. تقدر تدفع باي بال من هالخيار او بالبطاقة. مثل ما انت شايف، بما انه محاكي مش اعتيادي ويعتمد كليا على الكي مابينج، ما في عناصر تحكم بالشاشة، لهيك بحكي لك انه للرجوع للوراء اضغط كنترول وحرف البي، وللانتقال للشاشة الرئيسية اضغط كنترول وحرف الاتش. المحاكي ما في اي تطبيقات حاليا لانه لسه للمطورين وفي مراحله التجريبية. في مربع للبحث داخل المحاكي زي ما انت شايف. اذا بتسحب الشاشة للاعلى بالماوس بتشوف القائمة اللي بتحتوي كل شيء مثل الاعدادات والتطبيقات وغيره. اصدار الاندرويد حاليا على المحاكي هو 12. للرجوع للوراء ضغطت كنترول بي، للرجوع للصفحة الرئيسية ضغطت كنترول اتش. ندخل على البلاي ستور مثلا. حاليا ما في تطبيقات كثيرة على البلاي ستور موجودة، فقط التطبيقات الداعمة للكي مابينج او الالعاب الداعمة للكي مابينج على المحاكيات. يعني بالمستقبل راح يضيفوا العاب وتطبيقات اكثر، بس حاليا لسه مش كل التطبيقات داعمة. فمثلا لو ابحث على ببجي ما راح تطلع لي في الستور. من اللي أنا شايفه أنه المحاكي سلس وسريع واستجابته رهيبة جدا وما في أي مشاكل بالنسبة للأداء. خليني أجرب أفحص سرعة الإنترنت. المحاكي أخذ سرعة الإنترنت كاملة، مش مثل المشكلة اللي صارت معانا بفيديو مقارنة المحاكيات اللي صارت معانا في محاكي البلو ستاكس، راح أكون ترك لك رابطه تحت الفيديو لو حاب تشوفه. نشوف استهلاك المحاكي لمصادر الجهاز أو للمعالج والرامات إلى آخره. الخلاصة، المحاكي رهيب، سريع، سلس، وبصراحة لحد الآن كأداء أفضل من كل المحاكيات اللي بالسوق، لكن المحاكي لسه في مراحله الأولى وفي شوية مشاكل وهو حاليا موجه للمطورين فقط. كمان مش راح تقدر تشغل عليه كل الألعاب والبرامج إلا فقط اللي موجودة على الستور واللي حاليا لسه عددها صغير جدا، واللي راح يتم إضافة ألعاب وتطبيقات أكثر في المستقبل. بنصح بالمحاكي وبشدة، لكن حاليا بدري عليه. إن شاء الله في حال صار أي تحديثات راح أحكي عنها بفيديو قادم. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والشير عشان غيرك يستفيد منه. سلام عليكم.